السلام عليكم، مرحبا بكم مرة ثانية في برنامجكم طاقة الحرف والرقم، وإليكم توقعات الأبراج. ومع العلم بأن هذه التوقعات فقط للتسلية ولا يعلم الغيب إلا الله. مازال الشمس موجودة في برج الثور والقمر موجود في برج الحوت، وهذا كيعطي بعض المتاعب لبعض الأبراج وفي نفس الوقت إيجابية لبعض الأبراج الأخرى. وغنبداو بالأبراج المحظوظة وهي أبراج المائية، منها الحوت والسرطان والعقرب. ونبدأ بالمحظوظ الأول، برج الحوت اللي كيبتسم لي الحظ في جميع الأمور المادية والعاطفية والعملية. وندوزو لبرج العقرب، حتى انت من الأبراج المحظوظة لأن انت كتعتبر صديق برج الحوت، عندك أمور زوينة مع أصدقاء ديالك في العمل في كل شيء، هنيئا لك. وما نساوش صديق ديالهم برج السرطان. برج السرطان واخا عندك شوية الحظ، ولكن خاصك تنظم أمورك العملية، ونقول المرأة عندها شوية الأعمال زايدة في الأعمال اليومية. وندوز دابا عند الأبراج الهوائية اللي هي الدلو، جوزاء وميزان. الدلو بلا ما تخلي الإحباط يتمكن منك، وكن متفائل باش تنجح في الحياة ديالك. اليوم كنشوفوا بأن الخيال كيغلب على الواقع، حاول تكون واقعي باش تدوز الأمور كلها عندك مزيانة. أما برج الميزان فكنشوفوا بعض الزيارات المفاجئة، حاول تكون مرن وتحلى بالصبر وكل شيء غيدوز بخير وعلى خير. وندوزوا دابا إلى الأبراج النارية، الحمل والقوس والأسد. ونقول البرج الحامل عندك أمور، وعندك أمور مزيانة وحظوظ مزيانة باش تقاد الأمور ديالك وتعاودها من جديد. أما برج الأسد اللي كيقول بأنه ورا كمل خدمته، كينقول لك بأنك مازال ما كملتيش خدمتك، زيد فيني شي شوية وحاول أنك تهتم بالأمور العاطفية وما تبقاش تلوم الشريك ديالك. وندوز برج القوس. برج القوس انت كتحس بواحد المزاجية، وفي نفس الوقت كنصحوك بان ما تخليش حياتك كتاب مفتوح الناس الكل، حاول تكتم اسرارك وعيد صبر، راه غدوز الايام من القدام ان شاء الله غتكون الامور مزيانه 180 درجه. وندوز الابراج الاخيره، هي ابراج الترابيه، وهي العذراء والجدي والثور. تصور كنقول بان عندك شويه امور متعبه، يعني معنكشه شويه، كنقولوا معنكشه، ما كرهناكش تاخذ واحد شويه الراحه باش تعاود تخدم من جديد بكل طلاقه وبكل راحه. وندوزو عند برج العذراء اللي كيحس بارتباك، حيت ما لقاش داكشي اللي في الخيال ديالو هو اللي في الواقع اللي كاين. اما اخر برج وهو برج الجدي اللي كيحسه بالتوتر، وكان ما كرهناش انه يتمشى، ياخذ رياضه المشي، حيت هو لا كان ناشط كيعطي اكثر وكيحل مشاكله اكثر. وبهكا نكونوا كملنا حلقتنا ديال اليوم، حلقه توقعات من برنامج طاقه الحرف والرقم. ولا ننسى للتذكير انه بالدعاء يتغير القدر. موعدنا في الحلقه القادمه ان شاء الله.